احمد وخليف حاضرين من البارح. شوف السؤال اللي يطرح نفسه الان خلينا نكونوا عمليين من يعني سينتيفيك علميين اكثر منه. احنا الان في نظام ديمقراطي مش نظام ديمقراطي. السؤال يطرح نفسه اذا احنا نظام ديمقراطي يعني اليوم عندنا مواعيد انتخابيه قادمه واضحه وبالتالي المعارضه تحضر روحها للمواعيد الانتخابيه القادمه. اليوم ما عدا الانتخابات البرلمانيه اللي هي عليها كثير من اللغط وكثير من نقاط الاستفهام ما عندناش موعد محدد للانتخابات الرئاسيه. اعطيني موعد محدد للانتخابات الرئاسيه. علاش شكون قال لك باش يتبدل الموعد 2024؟ وكي مكتوبه هذه جيبوا لي نص وفين مكتوب اللي ماهوش باش يكون 2024؟ لا سامحني لا سامحني وقت ثم ما ثماش وتبدا ما ثماش رجل القانون معايا وتبدا ما ثماش ما نعرفش. لا 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 المهم لانه في الدساتير ديما ثم الفرحه الانتقاليه والنصوص الانتقاليه. الدستور الجديد نتاع تونس ما فيهش نص انتقالي يقول لك راهو الفتره تنتهي في هذا التاريخ وتبدا في هذا التاريخ. اذا اليوم المعارضه باش تتعارض اذا كان هي مقاطعه الانتخابات البرلمانيه وما عندهاش اجال محدده واضحه للانتخابات الرئاسيه فاش تعارض؟ سؤال يطرح نفسه واحده اثنين والاهم من هذا كله اذا كان هي تعتبر خلاص تعتبر انه اللي قام به قيس سعيد انقلاب هذا تقييمها للوضع دونك الانقلاب بماذا يواجه؟ بانقلاب ثاني مش على الاخر هكا من ذات العاده في الدول الكل الافريقيه يعمل انقلاب الصباح يجي واحد اخر انقلاب العشية هذاك الانقلاب هذاك الانقلاب بالدبابه لحظه خليني نكمل لحظه هذا انقلاب بالدبابه يواجه بانقلاب الدبابه كيف بمرسوم يعني هبطوا مرسوم هما انقلاب سامح 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 شويه ثم خلينا نحكي بمنطق راهو تواسى هبلوا خلينا نفسروا لهم بالمنطق كلنا اي احنا كلنا هبلنا يا جماعه ما كنت تقولوا عليه انقلاب اي كيفاش باش تنحيوا هالرئيس هذا فسروا لنا فسروا لنا هل تعتقد انه كل شهر تخرج مظاهره باش تطيح الرئيس؟ امبوسيبل دخل عمرك كامل طيح الرئيس يعني بالنسبه لك سي ديريزوار اكثر لانه ما ثماش منطق اللي يعمل فيه ما ثماش منطق اللي كنت تعتبر فيه انت انقلاب ما لازمك تخرج للشارع وتعتصم في الشارع وتبيض ثم في الشارع وقت نقول لك والله انت جدي في كلام اللي يعملوا فيه ما هوش جدي لا فيش قاعدين يعملوا ما هوش جدي وصف لي اعطيني توصيف مسرحيه جبهه الخلاص تعمل في مسرحيه وما عندها وما عندها وين توصل تقول لي ما عندها وين توصل ما عندها وين توصل ما عندهاش اليات تعمل في مسرحيه وما عندها وين توصل هذه راي غازي مع لا